الرحمن الرحيم. عبد الرحيم مياد كاتب للنيابه لوزاره العدل. ناتي في هذا اليوم المبارك لتدشين هذا المركز القاضي المقيم في اطار تنزيل للتوجيهات الساميه صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، وكذا الاستراتيجيه السيد وزير العدل الاستاذ محمد وهبي في تشييد مقرات جديده او اعاده تهيئها او توسعتها تحقيقا لمبتغى المواطنين وتقريب الاداره منهم وتسهيل عمليه التقاضي يخص بعض القضايا ذات النوع اليومي او المعيشي تفاديا للبعد المسافه واعطال بعض الاجراءات. فلذلك يجي هذا الشيء في اطار تقريب الاداره للمواطنين وتحقيق المنطقه ساكنه المنطقه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. عندي خزو النائب البرلماني. اليوم الحمد لله المبادرة ديال السيد الوزير العدل والسيد الرئيس الحكومة والمطالب الحمد لله اللي قدمنا لهذا القطاع بالخصوص هذه المنطقة ديال الأنيف. الحمد لله واحد المطلب من هذوك اللي حطينا واللي طرفنا عليهم ها هو اليوم إن شاء الله تحقق إن شاء الله في أرض الواقع. وباقي المطالب أخرين إن شاء الله اللي طرفنا عليهم كمستشفى ديال الأنيف، كبناء التحتيه ديال داخل الانيف. والحمد لله هاد الشيء كلشي يعني ماشي حنا اقليم تنغير راه بحال الانيف بحال تنغير بحال سمريه بحال جميع المناطق، ولكن باقي خاص واحد التواصل والتضامن في هذه المنطقه بالخصوص هاد الجماعه ديال الانيف. باقي فيها شحال من حاجه اللي خاص حنا المنتخبين ان شاء الله غادي نديروا يد في اليد باش نحاولوا نلبيو الطلبات ديال الساكنه ما يخص الماء والبنيه التحتيه والمشفى والتعليم وجميع المطالب ديال الساكنه على قد الاستطاعه. وان شاء الله بحول الله قوته راه الخير هو جاي في الطريق، وتنتمنوا التوفيق للجميع. وشكرا للناس اللي مساهمين لا من بعيد ولا من قريب في هذه المشاريع كلهم، وشكرا للجميع. عند مركز القاضي المقيم تخن غد محاكم القرب، ماشي الناس تدا السياسه وزاره العدل تسمى دغي. عند فرد سلميلين الخدمات وزاره العدل للمواطنين، افلا دور تدون اشكو ان الدائره نولني في مصيصيح صياد ولنيف الذي 45000 نسمه يفاد دون القضاه شرات غدا ود 10 غدا اد الشهر الخدمات ناغ المواطنين اذا ولاد تدو 45000 تخن دي كل ثقيم شتين غير ما يدي كان والي الحوايج يعني هي البادره ديال الزوار تحلان ان دي سلمالان القضاء العدل للمواطنين اللي مزدا زيرت. محمد بن يوسف رئيس مجلس جماعة الأنيف إقليم تينغر بالطبع. أسا ينوسي خاطر نغورنا لأن تغولات ديال المصلحة للمواطنين هي مهمة جدا، اللي هي ما سميتو خدمات القاضي المقيم في الأنيف اللي قد تفكوا أهلين هي تنقلات نسن اللي يشوفوا ما يتوشين يشوفوا ما يزدياغوا اللي ما يجيو يشنيو الميل في كل يشمل من دون يشمل. غير نشكر من ساهم من بعيد ومن قريب الدفاع المقر الضغي الحي الوجود يخدم. رمت نصار سيدنا ونتمناو التوفيق وادي غير مولانا اشكوز ان شاء الله.